صديق الخير فالك الخير. أنا جتني رسالة قبل شوي من أحد الشباب يخبرنا بأحد أن شاب اليوم كان مسافر من الرياض، كان طالع من الرياض مسافر، وكان يراسل أحد زملائه بالواتساب برسائل صوتية، تسجيل رسائل صوتية. أثناء تسجيل أحد الرسائل صار له حادث وفارق الحياة. بنسمع الرسالة الآن، خويه اللي كان يراسله نشر الرسالة الآن، بنسمع الرسالة ونسمع وركزوا يا جماعة على آخر كلمة قالها. اسمعوا يا جماعة. في نشر بتبيا، والله أنا نمشي، والله أنا نمشي، من عسى الله يستر. لا إله إلا الله يا الخيار، يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي رزقنا يا كريم، يا ربي رزقنا يا الله. وش الله، أشهد لا إله إلا الله. فارق الحياة، خرج على لا إله إلا الله. يا جماعة ترى ما هو مطوع ولا هو يعني عنده يعني مظاهر الاستقامة، ولكن لعل يكون عنده خبيئة بينه وبين الله عز وجل ما يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. اللحظة الأخيرة، هي هذه اللحظة الأخيرة، هي أصعب لحظة في عمرك، وهي أشدها، وهي أنكاها. آخر لحظة في حياتك، آخر 10 ثواني، آخر 10 ثواني من عمرك، هي اللحظة اللي تحدد مصيرك. فأسأل الله أن يجعل هذا الشاب اللي استمعنا إليه قبل قليل في الفردوس الأعلى من الجنة. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك، فبصرك اليوم حديد.